طيب هذا المستوى العالمي الحقيقة في الدراما ما كانش ينفع يطلع حتى في الاختيار في الجزئين اللي فاتوا، لولا انه بيعبر عن نماذج وطنية ابطال حقيقيين بجد. واحد من هؤلاء الابطال اللي يمكن هز الوجدان المصري في قصتهم في الجزء الماضي كان الشهيد احمد منسي. انا طبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان انا عرفت احمد الله يرحمه اهلاوي صميم، يعني ابا عن جد، العيله كلها، الوالد، اخواته، العيله كلها اهلاويه الحمد لله يعني. فهو لا كان اهلاوي صميم ومشجع جيد للاهلي وبيعشق النادي الاهلي. حكايه اهلي وزمالك في بدايه التعارف كان ليها قصه يعني من الحاجات الطريفه، هو الله يرحمه احمد اصلا كان بيتمتع بحس الدعابه، او كان يعني سبحان الله على قد ما هو شخصيه قويه وقياديه، في ناس متخيله انه كان صارم وقاسي، ولكن لا بالعكس، هو كان دمه خفيف جدا وبيحب فاول مره في حياته يجي يشوفني، اول مره في التعارف بالظبط في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه، هنا في نفس الشقه بالظبط. كان سبحان الله هما طبعا يعني بيجي على الساعه 7 8 كده اخر النهار وكده، فطبعا كان في ساعتها في ماتش او مباراه اهلي وزمالك طبعا، يعني زي نظام المجتمع بتاعنا، هو جه وقعد مع والده ووالدته وبابا وماما، وانا العروسه جوه بقى. فسلمت ودخلت وقعدوا بقى، خدوا ودوا في الكلام لحد لما خلاص بقى يعني جه الوقت اللي لازم العريس بقى يقوم على العروسه، يدخلوا يقعدوا يتكلموا مع بعض، يتعرفوا كده، جلسه تعارف بقى. ساعتها والدي بيقول له يعني قالوا لا في النص يعني لما كان الشوط الاولاني خلاص يعني فاضل له، قال لا معلش اسف بضحك طبعا يعني قال لا بين الشوطين يعني لدرجه انه مش قادر من كتر ما هو متابع وقاعد ومشدود وبيشجع طبعا الاهلي، فهو مش عايز يخسر وفعلا في قام بقى بعد في النص قام بقى قعدنا وكان ساعتها انا فاكره جدا من كتر ما بابا لاحظ انه اهلاوي ومتحمس بجد، كان كل ما الاهلي يجيب جون يخش لنا يفرح يسلم ويرجع تاني يعرفه احمد الاهلي جاب جون، يعني كان بيفرح. الحمد لله ان يوميها الاهلي كسب المباراه يعني، فيمكن عشان حتى وقعد يقول لي وشك حلو يعني في اول جلسه، كان يعني اليوم انتهى بسعاده جدا يعني، سعيد من كل الجهات وفرحان طبعا ان الفريق بتاعه كان متابع الكره باستمرار. طبعا يمكن عشان ظروف شغله كان مش بيعرف ينزل في وقت يتفرج زي اي شاب على القهوه او مع اصحابه، كان احيانا كتير بيبقى في عمله، لان طبعا كان بيتابع وكان بيهتم، ولو كان موجود كان بينزل طبعا. الاهلي بالذات عنده كان لا لازم يتابع ولازم ياخد باله، ولازم حتى لو مش قادر بيتابع على مواقع التواصل وكده النتيجه. طيب ده جزء من برنامج رد الجميل. في حلقة النهاردة صديقنا العزيز الكابتن أسامة حسني عمل هذه الزيارة لأسرة البطل الشهيد أحمد منسي، دي أسرته، دول أولاده، وواضح جدا مدى تعلق الشهيد الكبير أنا بس بالأهلي. لازم شيء بشيء يذكر حضرتك، وهنا بقى المزج المهم لفكرة القوى الناعمة. احنا عمالين نتكلم على الاختيار، وعمالين نتكلم على 6/10 من رمضان، وعم 6 اكتوبر، وعمالين نتكلم على قصص ملحميه وبطولات، ونحن في قناه رياضيه تخص النادي الاهلي، فهذه اللقطه بتجسد هذا المعنى، هذا المزج في القوى الناعمه. القوى الناعمه ما جزء منها رياضه، جزء منها فن، ده الجزء جزء منها الفاعل منها كمان، وجزء منها الشارع المصري والمود بتاعه. اللقطة دي أنا أراها بجد لقطة مهمة جدا، لأنها همزة وصل بين قصة ملحمية لبطل عاش في كل البيوت من أكثر من موسم، بقى قدوة للشباب المصري، ثم مزجه بالرياضة، ثم مزجه بالنادي الأهلي في هذه اللقطة المهمة جدا. أحيي طبعا برنامج العزيز أسامة حسني، وقطعا شفنا من هذا الكلام حاجة تدخلنا في الرياضة شوية. لا بس أنا عايز أقول حاجة من غير ما أقطع كلامك. عايز أتكلم بقى عن النادي الأهلي. ده النادي الأهلي، مش إن الشهيد أحمد المنسي أهلاوي، لا، هذا الأهلي مش قلعة رياضية فقط. أيوة قلعة رياضية
قلعة مجتمعية، قلعة ثقافية، وفي النهاية أو تحت عنوان أشمل قلعة مصرية، قلعة وطنية مصرية بالمعنى الحقيقي. يعني فكرة أنها تروح للبطل أحمد المنسي وهي قناة رياضية، لأن الأهلي هو مصر بشكل أو بآخر، بيمثل هذا الوطن بشكل أو بآخر. طبعا مع كل الأندية، والقرية بتاعت على جلاء بيه، أنا بتكلم على علي السيد، يعني بتكلم بشكل يعني. فده الدور، هذا الدور، وهذه هي المهمة، وهذه هي الوظيفة، وهذا هو معنى النادي الأهلي باختصار شديد. أستاذ جلاء، وإحنا في أثناء عرض لقطة أسرة الشهيد أحمد المنسي، أنت فكرتنا أن بعلي السيد واحد من الجنود الأبطال اللي كانوا برضو الاختيار أظهرهم وكشف عن بطولتهم الحقيقية، علي السيد والكمين بيتضرب، جندي بسيط بلدياتك من الجمالية، ده أهلية بلدي وأسرته موجودة في الجمالية وكل الجمالية بتفخر أنه من أبناء الجمالية وأهلاوي على فكرة. والشهيد علي السيد يعني واحد آلاف أبناء الجمالية زيه، لكن كشف عن معدن غير طبيعي. علي السيد كان حامي كل الشهداء اللي ماتوا، محدش قدر يقرب منهم بسببه. وخد كم طعنة، كم طلقة، كنا عايزين ياخدوا الجثث، وعايزين ياخدوا الجثث، وهو واقف يحميها ويضرب، واقف برضه والضرب كمية كتير، رصاص كتير، كمية رصاص قد ايه. كيف ألهم هذا النموذج شباب قريتك؟ بلدنا بقت مدينة دلوقتي، لكن هو مش ألهم، ده هو خلى النموذج ده اللي خرج طاقات غير عادية من الشباب. أنا لما رحت وأنا بنزل يعني وأشوف الناس، أنا لو تبص أنت على الناس وهي فخورة على السيد ده، إنسان عادي جدا، يا ريتنا كنا احنا. أيوه، بسيط جدا، وعلى فكرة يعني شاب بسيط ومن أسرة طيبة وعادي جدا، لكن تخيل أنت في اللحظة، اللحظة دي إن شعب، إن أهل الجمالية كلهم هم على السيد، ما عمره ما قال لك ده من عيلة إيه، وعمره ما قال ده من حتة فين، لا كله من الجمالية، كله من بلادنا. ليه؟ لأن التفخور بنموذج، على فكرة النموذج ده موجود، إحنا قدمنا شهداء كتير في حرب أكتوبر، ناس كتير جدا من بلدنا شهداء كل الكره، وكل شهيد قدمته مصر هو هذا الشهيد. لكن ده الشهيد ده بقى انت عشته، ايوه اللي هو جاي بقى في الاخر يقول لا، البلد دي نموذج لمصر، نموذج نموذج لمصر، نموذج. انت عارف كل ما يحدث في مصر تلاقيه في بلد زي بلدنا، نموذج حقيقي لمصر مصغر على قد كده للي بيحصل كل في جمهوريه مصر العربيه كلها. تلاقي كل النماذج الانسانيه الاجتماعيه الوطنيه، زي ما كان بيتكلم دلوقتي الرئيس، بيتكلم عن ان النادي الاهلي قلعه، قلعه اجتماعيا انسانيا وطنيا، قلعه مصريه حقيقيه. نفس الحكايه هتلاقيها في بلدنا، قلعه، لكن الاهلي بقى هنا الاهلي سوفت وير مصر، تعبير يمثل السوفت وير المصري بمعنى الحقيقي.